السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أحبابنا الكرام، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير وتبوأتم من الجنة منزلة، وهذا مجلس جديد من مجالس دبلومة القراءات العشر الصغرى، ومع إمامنا أبي القاسم القاسم بن فيرو الشاطبي الإغناطي الأندلسي، المتوفى سنة 90 و500 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا قد وقفنا في المجلس السابق عند البيت رقم 90، وهو قول الإمام رحمة الله عليه: وقد قيل كن كالكلب يقصيه أهله وما يأتلي في نصحهم متبذلا، وقد قيل كن كالكلب يقصيه أهله وما يأتلي في نصحهم متبذلا، وقد قيل كن كالكلب يقصيه أهله وما يأتلي في نصحهم متبذلا، وقد قيل كن كالكلب يقصيه أهله وما يأتلي في نصحهم متبذلا، وقد قيل كن كالكلب يقصيه أهله وما يأتلي في نصحهم متبذلا، وقد قيل كن كالكلب يقصيه أهله وما يأتلي في نصحهم متبذلا، وقد قيل كن كالكلب يقصيه أهله وما يأتلي في نصحهم متبذلا، وقد قيل كن كالكلب يقصيه أهله وما يأتلي في نصحهم متبذلا، وقد قيل كن كالكلب يقصيه أهله وما يأتلي في نصحهم متبذلا، وقد قيل كن كالكلب يقصيه أهله وما يأتلي في نصحهم متبذلا، وقد قيل كن كالكلب يقصيه أهله وما يأتلي في نصحهم متبذلا، وقد قيل كن كالكلب يقصيه أهله وما يأتلي في نصحهم متبذلا، وقد قيل كن كالكلب يقصيه أهله وما يأتلي في نصحهم متبذلا، وقد قيل كن كالكلب يقصيه أهله وما يأتلي في نصحهم متبذلا، وقد قيل كن كالكلب يقصيه أهله وما يأتلي في نصحهم متبذلا. نكتب: وقد قيل كن كالكلب يقصيه أهله وما يأتلي في نصحهم متبذلا. نعم. ثم قال: لعل إله العرش يا إخوتي يقي جماعتنا كل المكاره هو لا، لعل إله العرش يا إخوتي يقي جماعتنا كل المكاره هو لا، لعل إله العرش يا إخوتي يقي جماعتنا كل المكاره هو لا، لعل إله العرش يا إخوتي يقي جماعتنا كل المكاره هو لا، لعل إله العرش يا إخوتي يقي جماعتنا كل المكاره هو لا، لعل إله العرش يا إخوتي يقي جماعتنا كل المكاره هو لا، لعل إله العرش يا إخوتي يقي جماعتنا كل المكاره هو لا، لعل إله العرش يا إخوتي يقي جماعتنا كل المكاره هو لا، لعل إله العرش يا إخوتي يقي جماعتنا كل المكاره هو لا، لعل إله العرش يا إخوتي يقي جماعتنا كل المكاره هو لا، لعل إله العرش يا إخوتي يقي جماعتنا كل المكاره هو لا، لعل إله العرش يا إخوتي يقي جماعتنا كل المكاره هو لا، لعل إله العرش يا إخوتي يقي جماعتنا كل المكاره هو لا،
على إله العرش يا إخوتي يقي جماعتنا كل المكاره هو لا لعل إله العرش يا إخوتي يقي جماعتنا كل المكاره هو لا لعل إله العرش يا إخوتي يقي جماعتنا كل المكاره هو لا لعل إله العرش يا إخوتي يقي جماعتنا كل المكاره هو لا لعل إله العرش يا إخوتي يقي جماعتنا كل المكاره هو لا لعل إله العرش يا إخوتي يقي جماعتنا كل المكاره هو لا نكتب لعل إله العرش يا إخوتي يقي جماعتنا كل المكاره هو لا يقي جماعتنا كل المكاره هو لا نعم نجمع البيتين وقد قيل كن كالكلب يقصيه أهله وما يأتلي في نصحهم متبذلا لعل إله العرش يا إخوتي يقي جماعتنا كل المكاره هو لا وقد قيل كن كالكلب يقصيه أهله وما يأتلي في نصحهم متبذلا لعل إله العرش يا إخوتي يقي جماعتنا كل المكاره هو لا قد قيل كن كالكلب يقصيه أهله وما يأتلي في نصحهم متبذلا لعل إله العرش يا إخوتي يقي جماعتنا كل المكاره هو لا وقد قيل كن كالكلب يقصيه أهله وما يأتلي في نصحهم متبذلا لعل إله العرش يا إخوتي يقي جماعتنا كل المكاره هو لا وقد قيل كن كالكلب يقصيه أهله وما يأتلي في نصحهم متبذلا لعل إله العرش يا إخوتي يقي جماعتنا كل المكاره هو لا وقد قيل كن كالكلب يقصيه أهله وما يأتلي في نصحهم متبذلا لعل إله العرش يا إخوتي يقي جماعتنا كل المكاره هو لا ثم قال ويجعلنا ممن يكون كتابه شفيعا لهم إذ ما نسوه فيمحلا ويجعلنا ممن يكون كتابه شفيعا لهم إذ ما نسوه فيمحلا ويجعلنا ممن يكون كتابه شفيعا لهم إذ ما نسوه فيمحلا ويجعلنا ممن يكون كتابه شفيعا لهم إذ ما نسوه فيمحلا ويجعلنا ممن يكون كتابه شفيعا لهم إذ ما نسوه فيمحلا ويجعلنا ممن يكون كتابه شفيعا لهم إذ ما نسوه فيمحلا ويجعلنا ممن يكون كتابه شفيعا لهم إذ ما نسوه فيمحلا ويجعلنا ممن يكون كتابه شفيعا لهم إذ ما نسوه فيمحلا ويجعلنا ممن يكون كتابه شفيعا لهم إذ ما نسوه فيمحلا ويجعلنا ممن يكون كتابه شفيعا لهم إذ ما نسوه فيمحلا ويجعلنا ممن يكون كتابه شفيعا لهم إذ ما نسوه فيمحلا ويجعلنا ممن يكون كتابه شفيعا لهم إذ ما نسوه فيمحلا ويجعلنا ممن يكون كتابه شفيعا لهم إذ ما نسوه فيمحلا ويجعلنا ممن يكون كتابه شفيعا لهم إذ ما نسوه فيمحلا ويجعلنا ممن يكون كتابه شفيعا لهم إذ ما نسوه فيمحلا ويجعلنا ممن يكون كتابه شفيعا لهم إذ ما نسوه فيمحلا نكتب ويجعلنا ممن يكون كتابه شفيعا لهم إذ ما نسوه فيمحلا نعم نجمع الأبيات الثلاثة وقد قيل كن كالكلب يقصيه أهله وما يأتلي في نصحهم متبذلا
لعل إله العرش يا إخوتي يقي جماعتنا كل المكاره ولا ويجعلنا ممن يكون كتابه شفيعا لهم إذ ما نسوه فيمحلا. وقد قيل كن كالكلب يقصيه أهله وما يأتلي في نصحهم متبذلا. لعل إله العرش يا إخوتي يقي جماعتنا كل المكاره ولا ويجعلنا ممن يكون كتابه شفيعا لهم إذ ما نسوه فيمحلا. دول كمان 3 مرات. لعل وقد قيل كن كالكلب يقصيه أهله وما يأتلي في نصحهم متبذلا. لعل إله العرش يا إخوتي يقي جماعتنا كل المكاره هو لا ويجعلنا ممن يكون كتابه شفيعا لهم إذ ما نسوه فيمحلا. وقد قيل كن كالكلب يقصيه أهله وما يأتلي في نصحهم متبذلا. لعل إله العرش يا إخوتي يقي جماعتنا كل المكاره ولا ويجعلنا ممن يكون كتابه شفيعا لهم إذ ما نسوه فيمحلا. وقد قيل كن كالكلب يقصيه أهله وما يأتلي في نصحهم متبذلا. لعل إله العرش يا إخوتي يقي جماعتنا كل المكاره ولا ويجعلنا ممن يكون كتابه شفيعا لهم إذ ما نسوه فيمحلا. وقد قيل كن كالكلب يقصيه أهله وما يأتلي في نصحهم متبذلا. لعل إله العرش يا إخوتي يقي جماعتنا كل المكاره ولا ويجعلنا ممن يكون كتابه شفيعا لهم إذ ما نسوه فيمحلا. وقد قيل كن كالكلب يقصيه أهله وما يأتلي في نصحهم متبذلا. لعل إله العرش يا إخوتي يقي جماعتنا كل المكاره ولا ويجعلنا ممن يكون كتابه شفيعا لهم إذ ما نسوه فيمحلا. والحمد لله رب العالمين. ما معنى هذه الأبيات؟ وقد قيل كن كالكلب، يعني جاء في المثل كن كالكلب الذي هو أخص الحيوانات، وضرب الله سبحانه وتعالى به المثل في القرآن الكريم، فمثله كمثل الكلب، واتلو عليهم الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان. نعم، أتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فمثله كمثل الكلب في سورة الأعراف، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. طيب، يعني الكلب ما هذا الحيوان مذموم؟ نعم، هو مذموم في ماذا؟ فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. الذم هنا لهذه الصفة فقط، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، إنما ليس المقصود ذم الكائن في ذاته في كل أحواله. لماذا؟ لأن الكلب يضرب به المثال في الوفاء لأهله والثبات عليه، فإن أهله يبعدونه عنهم ويجيعونه ويضربونه ويؤذونه وهو لا يقصر في نصحهم وخدمتهم. وفي ذلك إشارة إلى ما روي ورواه وهب بن منبه أن راهبا أوصى رجلا فقال له انصح لله أخلص له حتى تكون كنصح الكلب لأهله، فإنهم يؤذونه ويجيعونه ويأبى إلا أن يحيط بهم نصحا، ويأبى إلا أن يحيط بهم نصحا. نعم. فأيضا ثبت في بعض الآثار، يعني بعض المرويات لا تصح ولكن معناها صحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قتيلا فقال ما شأن هذا القتيل الرجل قتيلا؟ فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وثب على غنم أبي زهرة فأخذ شاة فوثب عليه كلب الماشية فقتله، فقال صلى الله عليه وسلم قتل نفسه وأضاع دينه وعصى ربه عز وجل وخان أخاه وكان الكلب خيرا من هذا الغادر، أو وكان الكلب عند الله خيرا منه. ثم قال صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يحفظ أخاه المسلم في نفسه وأهله كحفظ هذا الكلب ماشيته أربابه. هذا رواه المرزبان في كتابه المشهور رسالته المشهورة تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب.
طبعا هو ضعيف في إسناده، ولكن معناه صحيح. فعلا الإنسان قد يكون في خسته وندالته أشد من الكلب، ويكون الكلب أكثر وفاء منه. نعم، وهذا يحدث. فسبحان الله، نلاحظ وفاء الكلاب ووفاء الحيوانات لأصحابها، ونلاحظ خسة وندالة كثير من البشر. حتى إن الإمام الشافعي رحمه الله له بيت مشهور يقول فيه: ليت الكلاب لنا كانت مجاورة، ولا نرى مما نرى أحدا، إن الكلاب لتهدأ في مرابضها، والناس ليس بهاد شرهم أبدا. ويقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: أولئك كالأنعام بل هم أضل. وهنا بل للإضراب الإبطالي، هم ليسوا كالأنعام بل أضل من الأنعام، لأن الأنعام خير منهم. فالأنعام تسبح الله وتعبده، وهؤلاء لا يسبحون الله ولا يعبدونه، وإلا ما خانوه وما خانوا أمانته. نعم، إذا ينبغي أن يكون الإنسان وفيا، وفيا لشيخه، وفيا أولا مع ربه سبحانه، ثم مع والديه، ثم مع شيوخه وطلابه. قد قيل: كن كالكلب يقصيه أهله، وما يأتلي، يعني وما يقصر، وما يأتلي في نصحهم متبذلا، يبذل ما يستطيع أن يبذله، تمام، مرضات الله سبحانه وتعالى. ثم قال: لعل إله العرش يا إخوتي يقي جماعتنا كل المكاره هولة، يعني يرجو الله سبحانه وتعالى أن يقينا المكاره في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك أن تقينا وأحبابنا وكل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله المكاره في الدنيا والآخرة، ونسألك أن تهدي من ضل عن الصراط المستقيم، إنك على كل شيء قدير. هذه رحمة المسلم، ينبغي أن يدعو للناس لا يدعو عليهم. ويجعلنا ممن يكون كتابه شفيعا لهم إذ ما نسوه فيمحل، يعني نرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن شفيعا لنا. نعم، ويجعلنا من الذين يكون القرآن شفيعا لهم يوم القيامة، لأنهم لم يهملوه ولم يقصروا في حقه، فيسعى بهم ويشكو منهم عند ربهم. يعني نخشى أن ننسى القرآن فيمحل، يعني فيحولنا عن طريق الجنة إلى طريق النار والعياذ بالله. كما في الأثر قال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، وماحل مصدق، من شفع له القرآن يوم القيامة نجا، ومن محل به القرآن يوم القيامة كبه في النار على وجهه. ويمحل من أمحل المكان أصابه المحل، يعني انحبس عنه المطر وأمحلت البلاد لشح المطر، أو أمحل الله الأرض يعني جعلها مجدبة. يعني نرجو الله سبحانه وتعالى ألا يمحل بنا القرآن، يعني ألا يقطع عنا أسباب الخير والرحمة والبركة في الدنيا والآخرة بسبب نسيانه أو البعد عنه. بارك الله فيكم ونفع الله بكم، ونلتقى الخير إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.